بسم الله الرحمن الرحيم. نائب الطلاب، الفرقة الأولى، الفرقة الثانية، قسم الهندسة الكهربية، كلية الهندسة، جامعة سوهاج. نائب الطلاب، الفرقة الأولى، كلية الحاسبات والمعلومات، جامعة سوهاج. أتمنى تكونوا بخير جميعا، طبعا بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، مستمرين في بس المحاضرات من خلال الفيديو. أتمنى أنها تكون فعالة، تكونوا بتستفيدوا. أي معلومة ما هيش واضحة أو أي شيء ممكن نتواصل من خلال التليفون أو من خلال الواتس أو من خلال الفيس أو من خلال مواقع التواصل الإلكتروني أو طرق التواصل كلها، أو التواجد في المكتب، التواجد في المكتب للطالب اللي هو محتاج أي شيء. هنكمل مع بعض مقرر الدوائر المنطقية. كنا آخر محاضرة كنا اتكلمنا عن الفليب فلوبس، ولازلنا في السيكونشنال سيركتس. هنكمل النهارده إن شاء الله، هناخد الأناليسيس of a clocked sequential circuits. Analysis of clocked sequential circuits. الهدف الرئيسي منها to determine the behavior of clocked sequential circuit. Behavior طبعا is determined from ثلاث حاجات رئيسيين عند ال inputs وال outputs وال state of the flip flops. We have to obtain Boolean expressions for the output and the next state. معنى صح ل two stable. بالتالي هنجيب ال state table وهنجيب ال state، نرسم ال state diagram بحيث نقدر ناخد فكرة عن ال behavior بتاع مين، ال logic circuit which include flip flops. ال state equations المقصود بيها ال transition equations specify the next state as a function of the present state and the inputs. لو في example مثلا بهذا الشكل، جاب لي دايرة بتحتوي على single input و two flip flops، وليكن في الحالة دي مثلا جاب لي دي flip flops. ال Q في T زائد واحد هنا بيساوي ال D اللي هو هيمثل في الحالة دي بالنسبة لي ال A. يبقى أقدر أقول إن ال A في T زائد واحد هي عبارة عن اللي هي بتمثل دي اللي هي أقدر من خارج بوابات two AND gates and OR gate. يبقى هي عبارة عن AX أو BX، وبنفس الكلام البي هتبقى عبارة عن A داش X. يبقى البي هي عبارة عن ال A داش في ال X. طيب ال Y هتبقى عبارة عن عندي بوابة OR، عندي بوابة NOT، عندي بوابة AND، فهي عبارة عن A أو B و X داش. وبالتالي الـ next state A بالنسبة لـ A هي هتبقى في الحالة دي AX زائد B زي ما قلنا، والـ B هتبقى A داش X، والـ Y هتبقى A أو B و X داش. طيب نقدر من المعادلات المنطقية السابقة نقدر نكتب نستنتج مين يا جماعة الـ state table زي ما هو ايه واضح بالنسبة لي. يبقى ده اللي هي A و B. الـ next state اللي هي A at T زائد واحد، يعني هنا A of T، هنا A of T زائد واحد، B of T وهنا B of T زائد واحد، ده الـ input X.
والانبوت اكس هياخد الحاله 0 1 طبعا، ونقدر منها نستنتج مين كمان الاوتبوت اللي هو مين اللي هو الواي، وبالتالي نقدر نرسم بيه الستيت دايجرام. يبقى سيكوينشال سيركت دي مهمه برضه، نخلي بالنا ان لما يكون عندي الدايره اللي فاتت كان فيها كام فليب فلوبس، كان فيها 2 فليب فلوبس وكان فيها سنجل انبوت اللي هو مين اللي هو اكس، مجموع الاثنين عباره عن ايه اللي هي 2 اس ام زائد ان هتبقى 2 اس 3، يبقى هيتوجد عندي كام رو؟ 8 روز او 8 صفوف، ده في مين الستيت تيبل بتاعي. وبالتالي من الستيت تيبل اقدر ارسم مين؟ اقدر ارسم الستيت دايجرام. عندي الستيتس بتاعتي اللي هي مين؟ 0 0 و 0 1 و 1 0 و 1 1 اللي هم الحالات عندي 0 0 و 0 1 و 1 0 و 1 1. الانبوت عندي اكس والاوتبوت مين؟ واي. طيب لما يكون عندي وليكن مثلا الحاله 0 0 من 0 0 عندي ال نيكست ستيتس هتبقى مين اللي هي هيبقى عندي الانبوت اكس بزيرو والواي بكام؟ بزيرو وزيرو، ورايحه للنيكست ستيت اللي هي مين؟ زيرو زيرو. يبقى اذا في الستيت زيرو زيرو هيبقى عندي الاكس بزيرو، الاكس والواي بينهم سلاش، هيبقى 0 و 0 الاكس والواي وبينهم مين السلاش، ورايحه النكست ستيت اللي هي مين اللي هي 0 0. يبقى اذا من 0 0 الى 0 0 وده الاكس ب 0 والواي ب 0. طيب في حاله برضه 0 0 حاله مين 0 0 الاكس بكام؟ ب 1 والخارج ب 0 اللي هي مين 1 و 0، ورايحه لمين؟ رايحه ل 0 1، يبقى اللي هي مين؟ اللي هي الستيت بهذا الشكل. طيب في حاله 0 1 اهي الاكس ب 0 والواي ب 1 ورايحه لمين؟ ل 0 0، يبقى اللي هي مين؟ الستيت دي، مش كده؟ برضه 0 1 ها 1 و 0 اللي هي الحاله دي، ورايحه ل 1 0 ورايحه لمين؟ ورايحه ل 1 1 وهكذا. مثلا هنا في حالة 1 1 الانبوت ب 0 والواي ب 1، يبقى 0 1 سلاش اللي هي دي ورايحه لمين؟ رايحه ل 0 0. نفس الكلام واحد الستيت 1 1 الاكس ب 1 والواي ب 0 ورايحه لمين؟ ل 1 0 اللي هو مين؟ اللي هي الستيت سي. واستكمل عندي اللي هم ايه؟ الثمانية 1 2 3 4 5 6 7 8. يعني هنا في حالة الواحد 0 اللي هي دي 1 0 لما يبقى عندي الاكس بواحد والواي ب 0 ورايحة لمين؟ لواحد 0 فرايحة لمين؟ لنفسها. اوكي؟ طيب the state table can be represented graphically in the form of a state diagram. زي ما قلنا a state is represented by a circle and the transitions between states are indicated by directed lines connecting the circle. يبقى السيركل بتمثل مين؟ الstate. The directed lines are labeled with two binary numbers separated by slash. دول بيمثلوا مين؟ بيمثل الانبوت والاوتبوت. طيب الstate diagram لو عندي زي ما قلنا كان الفليب فلوبس عددهم 2 ولو كان عندي الانبوت 1، يبقى في الحاله دي هيطلع بكام صف يا جماعه؟ زي ما قلنا ب 8 صفوف. طيب هنا بيوضح لي ازاي نرسم الستيت دايجرام. يبقى عندي الستيتس عندي اربع حالات 0 0 و 0 1 و 1 0 و 1 1. يبقى عندي أربع حالات 0 0 0 1 1 0 1 1
فول ستيتس بتاعتي. طيب بعد كده هنشوف اللاينز. اول حاجه لما كان عندي 0 0 الاكس من 0 الى 0 زي ما يبقى ده الانبوت وده مين وده الاوتبوت وده رايح للنكست ستيت. نكست ستيت هي مين هنا 0 0 مش كده؟ طيب الستيت الثانيه برضه هنا 0 0 الانبوت بكام؟ بواحد والاوتبوت بكام؟ بزيرو. طب وراح الستيت فين؟ لزيرو واحد. يبقى راح من زيرو زيرو لمين؟ لزيرو واحد. وهكذا في ال زيرو واحد يبقى الانبوت بزيرو والاوتبوت بواحد اللي بينهم سلاش ورايح لمين؟ ورايح من زيرو واحد لزيرو زيرو. وهكذا نستكمل مين؟ الستيت دايجرام بتاعنا. تمام؟ كده استكملنا مين؟ رسمنا الستيت دايجرام بتاعي وبالتالي اقدر ارسم مين؟ ستيت دايجرام. Input equations of flip-flops sometimes called excitation equations. لو عندي مثلا ده نفس ال اللوجيك سيركتس اللي كانت عندي من شويه. هنا الدي اي ممكن اقدر اقول زي ما قلنا اي اكس بي اكس اللي هي اي اف تي زائد 1، الدي بي اللي هي اي داش اكس وبالتالي الواي اي او بي واكس داش. اكزامبل لو جبت لي الدي اي عباره عن اي اكس اور اكس اكس اور واي ذا اي اكس ذا اكس اند واي variables are inputs يبقى الاكس واي بيمثلوا الانبوتس. No output equations are given implies the comes from the output of the flip flops واقدر ايه استنتج هنا الاوتبوت بتاعي نقدر نقول بيمثله بمين؟ بيمثله بالايه في الحاله دي؟ طيب يعني نقدر نقول الستيتس هنا بيمثلها الايه فبالتالي مفيش عندي مين؟ مفيش عندي اوتبوتس فهتختلف معايا ايه؟ شكل الستيت دايجرام شويه. هنا عندي ال A بيمثل ستيتس بريزنت ستيت والنكست ستيت وال XY بيمثل مين؟ بيمثل الانبوتس. يبقى ما عنديش هنا مين؟ ما عنديش اوتبوتس. لو حاجه ارسم بقى هيبقى عندي الستيتس همثلها بال A. ال A هتاخد يا اما الزيرو يا اما الواحد. لان ما عنديش خارج زي ما قلنا اللي يبقى الستيتس عندي الزيرو والواحد والانبوتس اللي هي مين؟ اللي هي الاكس والواي. يبقى عندي الزيرو فهيبقى عندي زيرو زيرو يبقى عندي زيرو عندي زيرو زيرو تمام واحد واحد وفي حالة الواحد برضه الستيت عندي لما تاخد القيمة واحد هيبقى عندي برضه نفس الكلام زيرو زيرو والواحد واحد والزيرو واحد والواحد زيرو والزيرو واحد والواحد زيرو هنلاقيهم هم ايه؟ هم نفسهم. ده لما يكون عندي ايه؟ مش ظاهر مش واضح عندي اوتبوتس واخترت ان الاوتبوتس هو نفسه ريبريزنتد مين؟ ريبريزنتد الاي بالنسبه لي. طيب مور كومبليكيتد ذان دي فليب فلوبس مثل لما ديتيرماين ذا فليب لما يكون عندي جي كي flip flop determine flip flop input equations list the binary values of each input equation. برضه هيختلف معايا شكل ال state table لو انا مستخدم مين ال GK instead of D flip flop. فلو كان عندي GK flip flop بهذا الشكل فبالتالي برضه هيختلف معايا هنا هيكون هنشوف ايه العلاقه بين ال A وال B وال GA والجي بي والانبوت اللي هو بالنسبه لي بيمثل بمين؟ بيمثل الاكس. الجي اي هنا بيساوي ايه؟
فانكشن في مين؟ الجي اي البي مش كده؟ طب والجي بي اللي هو عبارة عن مين؟ اكس داش. طيب والكي اي اللي هو خارج بوابة اند اللي داخل لها مين؟ داخل لها بي وداخل لها اكس داش، يبقى بي اكس داش. طب والكي بي خارج بوابة مين؟ اكس او اللي داخل لها مين؟ اي وداخل لها مين؟ وداخل لها اكس، فهتبقى اي اكس داش او اي داش اكس او اي اكس داش اللي هي اي اكس او اكس. وهنشوف منهم ازاي نستنتج مين؟ الستيت تيبل، وبالتالي الستيت دايجرام. هنشوف هنا هيبقى عندي النكست ستيت اوف اي بدلاله، هنا جايبها بدلاله الاي والجي اي والكي اي، وبنفس الكلام النكست ستيت اوف بي بدلاله الجي والبي والكي. اوكي، هذا طبعا البريزنت ستيتس، الستيتس بتاعتي هتبقى الاي والبي، والانبوت هيبقى مين؟ الاكس بالنسبه لي في هذه الحاله. طيب ومنه من الستيت تيبل بتاعي اللي انا استنتجته، احنا زي ما قلنا هستنتج لما يكون عندي الاي والبي وعندي قيم الجي اي والجي الجي اي والكي اي والجي بي والكي بي اللي كانوا في السلايد اللي فات، هقدر بدلاله لو عرفت الاي والبي هقدر استنتج مين؟ الاي اوف تي النكست ستيت اوف اي وبي اللي هي اي اوف تي زائد واحد وبي اوف تي زائد واحد بدلاله مين؟ يعني انا دلوقتي سي ان عندي الاي بزيرو والبي بزيرو، واستنتجت منهم الجي اي والكي اي والجي بي والكي بي، يبقى عندي الجي والاي وعندي الكي والاي. هقدر من المعاد من الستيت ده اقدر استنتج مين؟ استنتج في حاله الاي بزيرو والبي بزيرو استنتج اي اوف تي زائد واحد ات اي بزيرو، واقدر ايه استنتج نفس الكلام اقدر استنتج مين؟ البي اوف تي زائد واحد نفس الكلام. طيب لو الاي بزيرو ده عند الاكس بكام؟ عند الاكس بزيرو، طب عند الاكس بواحد اقدر برضه استنتج الاي في تي زائد واحد والبي في تي زائد واحد اللي هي تطلع بزيرو زيرو. طيب عند الاي بزيرو والبي بواحد اللي هي بريزنت ستيت او الانيشال ستيت، وعند الاكس بكام؟ بزيرو، اقدر اعوض هنا واستنتج مين؟ الاي في تي زائد واحد والبي في تي زائد واحد، وهكذا لحد ما استنتج مين؟ للستيت تيبل بتاعي، بحيث من بعد كده اروح ارسم مين؟ اروح ارسم اقدر ارسم الستيت دايجرام بتاعي. يبقى عندي البريزنت ستيتس، وعندي مين؟ النكست ستيتس، عندي الانبوتس اللي هو مين؟ اكس وليكن بزيرو او بواحد، يبقى عندي زيرو زيرو، هروح لمين؟ لزيرو وواحد، والانبوت بكام؟ بزيرو مش كده؟ او عن انبوت زيرو وزيرو هروح لمين؟ لزيرو وزيرو، والانبوت بكام؟ بواحد اللي هو الستيت ده مش كده؟ طيب عند البريزنت ستيت بزيرو وواحد هروح لمين؟ لواحد وواحد اللي هي دي مش كده؟ اللي هي دي، والانبوت بتاعي بكام؟ بزيرو. عندي زيرو وواحد، ها؟ ستيت 0 1 هروح ل 1 و 0 اللي هي دي، والانبوت بكام؟ ب 1، وهكذا لحد ما ارسم مين؟ لحد ما ارسم مين؟ الستيت دايجرام بتاعي. طيب لو كان عندي بقى بدل الجي كي بقى تي فليب فلوبس، تخلي بالنا هنا في كام انبوت؟ هيبقى انبوت واحد مشكله، وفي خارج عندي مين؟ اللي هو الواي، برضه هحتاج كام رؤوس؟ 8 صفوف مش كده؟ عشان عندي 2 فليب فلوبس وعندي انبوت واحد 3 2 اس 3 بكام؟ ب 8. طيب هقدر اجيب التي اي بدلاله البي والاكس اللي هي الخارج بتاع مين؟ بوابه مين؟ بوابه اند اللي داخل لها البي وداخل لها الاكس، وبنفس الكلام التي بي اللي هي عبارة عن ايه؟ بمثلها بالاكس. طب والخارج واي هو عبارة عن مين؟ ها؟
خارج بوابة N اللي داخلها الـ A وداخلها الـ B فهتبقى مين؟ اللي هي الـ AB. وبالتالي Q في T زائد 1 اللي هو هيبقى عبارة عن مين؟ T XOR Q اللي هي TQ داش أو T داش Q. وبالتالي فبالتالي A في T زائد 1 اللي هي الـ next state بالنسبة لـ A هقدر استنتجها بدلالة الـ A والـ B والـ X، وزي نفس الكلام اللي هي next state of B هقدر استنتجها بدلالة الـ X والـ A والـ B، ومنها أقدر استنتج مين؟ الـ state table بتاعي present state اللي هي الـ A والـ B، والانبوت عندي اللي هو مين؟ اللي هو الاكس، واقدر استنتج مين؟ اللي هي الاي في تي زائد 1 والبي في تي زائد 1، وبالتالي الواي في تي زائد 1 بتاعتي، وده اللي هو مين؟ اللي هو الستيت تيبل، اللي هو منه اقدر ارسم مين؟ اقدر ارسم الستيت دايجرام. يبقى عندي الستيتس بتاعتي اللي هي الاي والبي، عندي اكس بكام؟ عندي اكس بزيرو أو بواحد، ونشوف مين الخارج بتاعي اللي هو عند زيرو وعند واحد. طيب فلو شفنا الخارج عندي، لو استنتج شفنا هنا الستيتس عندي بزيرو وزيرو أو زيرو وواحد أو واحد وزيرو أو واحد وواحد. لما كان بزيرو وزيرو أو زيرو واحد أو واحد وزيرو كان الخارج بكام؟ بزيرو. لما كان بواحد وواحد كان الخارج بكام عندي؟ بواحد. لما كان بزيرو زيرو والخارج بزيرو كان رايح لمين؟ لزيرو زيرو، والاكس بكام؟ بزيرو، مش كده؟ طيب لما كان عندي بزيرو زيرو والخارج بزيرو كان رايح برضو زيرو واحد، عند الانبوت بكام؟ بكام؟ كان الانبوت بكام؟ بواحد. طيب عند الستيت بزيرو واحد والخارج بزيرو كان رايح لمين؟ لزيرو واحد اللي هي نفسها، وعند انبوت كام؟ زيرو، وهكذا. يعني مثلا عند واحد وواحد والانبوت بتاعه بكام؟ بواحد، كان رايح لمين؟ لزيرو زيرو، وهكذا. هذا ارسم مين؟ الستيت دايجرام بتاعي. طيب لو عايز اعمل ريدكشن للستيتس، لما يكون عندي ستيتس بقى ايه مور كومبليكيتد، ممكن اعمله ريدكشن بحيث اقلل مين الكومبلكسيتي بتاعتي. طيب يبقى المميزات بتاعتها بقى فيور ستيتس، فيور نمبر اوف فليب فلوبس، بالتالي ان فليب فلوبس 2 ستيتس يبقى هقلل نمبر اوف فليب فلوبس، وبالتالي اقدر اقلل مين من حجم الدايره بتاعتي. زي ما قلنا هنا ان انا عايز اعمل ريدكشن للستيت ده، الستيت دايجرام للتو ستيبل بتاعي بهذا الشكل. هنلاحظ ان الستيتس بتاعتي اي وجي هاف ذا سيم فاليوز، اي اي اف اف 0011. فبالتالي اقدر اعمل ايه؟ اقدر اعمل ريموفنج لوحدي. لما يكون عندي تو ستيتس ايدنتيكال اقدر ايه اعمل لهم كومبينيشن مع بعض. وفي الحاله دي زي ما قلنا لو شفنا ان الجي والاي هاف ذا سيم فاليوز اقدر اعمل موفينج لواحده منهم وليكن الجي. وفي الحاله دي في الستيت تيبل، في الستيت تيبل بتاعي هستبدل كل جي بايه؟ بايه. يبقى انا لو شلت الجي هنا، الصف بتاع الجي ده خالص، لو قابلني جي في اي مكان في الستيت تيبل هستبدلها بمين؟ هستبدلها بإي في هذه الحالة. فهيطلع عندي إيه؟ هيطلع عندي التيبل بهذا الشكل، خلاص ما عنديش الجي، عندي الـ A والـ B والـ C D E F والـ G خلاص. طب في الـ F كان في جي استبدلتها بإي؟
استبدلتها بالاي خلاص. وبالتالي ظهر عندي كمان الدي والاف ليهم نفس الفاليو اي والاف والزيرو والون، فبالتالي برضه هعمل كومبينيشن او دمج المين للاف مع مين؟ مع الدي، هشيل مثلا الاف وبالتالي اي اف تقابلني هستبدلها بمين؟ هستبدلها بدي، فهيطلع ايه؟ يبقى كي ريديوسنج، هيبقى استبدلنا ايه؟ خلاص الاف مش موجوده واستبدلنا كل اف ايه؟ بدي. طلع بهذا الشكل. هل في مستمر لا زال عندي؟ يعني هنا مثلا الاي والسي، هنا اي بس هنا البي ما عندي مش زي بعض مش كده؟ وهكذا هنا مثلا الاي السي والاي الاي والدي والزيرو، بس هنا زيرو هنا ايه وهنا وان. زي خلاص ده في صورته النهائيه. وارسم مين؟ ارسم الستيت تيبل. فطبعا ايه قللت ايه قللت، وبالتالي اقدر اقلل مين؟ الدائره المستخدمه. شكرا جزيلا على حسن استماعكم، اتمنى تكونوا استفدتوا. اي سؤال او اي استفسار ممكن نتواصل مع بعض او تجون المكتب بحيث اي حاجه نقدر نوضحها. شكرا على حسن استماعكم والسلام عليكم.